السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حري السالم معاكم. أول شيء الحمد لله على سلامتكم بعد عملية رفع الجفون أو أي عملية تجميل عيون. شوية الدنيا حتكون منفخة، يعني هتحسي حالك خاصة حوالين العين، ويمكن الخد ساعات يكون شوي منفوخ. مش مهم هو أنت عملتي الجفن العلوي أو الجفن السفلي، بالعادة كل المنطقة حتتنفخ. طبعا كل ما يكون الأنسجة اللي يعني المعمول فيها أكبر يعني أو أكثر، حتكون طبعا النفخة أكثر شوي. هلا أول 12 ساعة أهم شيء النظافة، نظافة نظافة نظافة، حنضلنا نكرر ونقول نظافة. اللي مطلوب بس كمادات ثلج إن شاء الله حوالين المنطقة، هذه أول 12 ساعة جدا مهم. وطبعا كيفية انك تعملها، اول شيء هي عبارة عن شاشة نظيفة، بعدين بتمسكي قطعتين ثلج بتحطيهم على العين قد ما تتحمل، يعني مثلا 5 6 دقائق 10 دقائق. هلا للاسف الثلج لما ينحط على الراس شوي بيعمل صداع، فبدك تدير بالك يعني على الموضوع هذا، انه اول ما تحس انه والله في شوية ألم او رجع راس عادي شيل هذا الثلج ريح حالك شوي، بعدين تقدر ترجع كمان مرة تحطه. طبعا كل ما يعني تقدر تحط هاي الكمادات اول 12 ساعة حتفيد حالك. السبب انه الثلج بيساعد على شيء اسمه فازو كونستريكشن او انقباض الأوعية الدموية، فكمية النزيف اللي حتصير جدا قليلة، وهذا جدا مفيد خاصة النفخة حتكون اقل، برضو كمان الأنسجة إنها ترجع لطبيعتها حتكون أسرع وأفضل، فهذا شيء مهم. طبعا خلصنا هذا. بالنسبة للتنظيف والتغسيل شيء مهم جدا، بدك تكون شوية جنتل وانت يعني بتنظف المنطقة. مهم جدا نغلي المي 10 دقائق كاملات، تشوف المي بتغلي قدام عينك. الفكرة في غلي الماء انك انت تقضي على كل البكتيريا الموجودة فيها، فمية الفلتر ما بتنفع، مية الحنفية ممنوعة. تمام، بعد هيك بتستخدم شاش نظيف او بتغسل ايديك، وفي نفس ايدك يعني من هذه المي بعد ما تبرد تقدر تستخدمها قد ما بدك للوضوء لتغسيل الوجه، ما في اي restrictions. طبعا التقيد بتعليمات طبيبك شيء جدا مهم. احنا بالعاده بنوصف شويه مراهم، ساعات مضادات حيويه بالفم، مش كل الناس طبعا، بيعتمد من حاله لحاله، بتختلف حسب انت ايش الشغل اللي اشتغلته. هلا بعد هذا الكلام كلياته، انت مهم انك انت تقعد سيمي سيتنج بوزيشن، شيء يعني 45 درجه تقريبا، يعني راسك يكون مرفوع. إذا بتتحمل النوم بيكون ممتاز، أسهل كتير للنفخة، وخاصة الصبح ما بتصحى متنفخ. طبعا حتضل النفخة، يعني هي النفخة أو اللي بتصير بعد العملية بتضلها تقريبا أسبوعين، 10 أيام لأسبوعين، ولكن عادي إنها تطول ل يعني شهر، بضل إلا نفخة خفيفة خاصة الصبح بدري لما تصحى من النوم، لأنه معظم الشيء اسمه الفينس ريتيرن او اللي هو الراجع الوريدي بيكون جدا اقل شيء الصبح، يعني الراجع الوريدي هذا للقلب، فكل السوائل بتحوش بالراس، عشان هيك احنا بنصحى حتى الصبح من دون عمليه ولا شيء، بتلاقي هيك وجهك منفخ، في كثير ناس زي هيك، عرفت علي؟ فما تخافي عادي، هذا طبيعي جدا. ساعات طبعا من العمليه في شيء اسمه الليمفاتيك درينج او اللي هو الرشح الليمفاوي، هذا بتخربط شوي بسبب العملية، بتقطعوا هدول هيك عبارة عن أوعية ما بنشوفها إحنا، بتتقطع هذه مع العملية. طبعا بدها وقت، ساعات عند الناس شوية يعني فترة ممكن تتجاوز أشهر عبال ما ترجع تمام التمام. هلأ دايما أبدا بدك تعرف شغلة، إنه الوقت في مصلحتك مش ضدك، فأعطي حالك فرصة شهر شهرين ثلاثة، بالعادة 3 أشهر 90% بتكون اشي رائع رائع جدا. في ناس شوية ممكن يطول لست أشهر قبل ما تطلع يعني نتائج العملية 100%. وألف سلامة عليكم.